المنطقة الصناعية أو الحي الصناعي خربة تتوسط المدينة وتقابل صرحها العلمي المتمثل بجامعة الكوفة يؤثر سلبا على حياة الساكنين وانسيابية سير المركبات المارة، إضافة لما يعكسه من صور مأساوية عن واقع المدينة. لازم انه حي صناعي يكون داخل مدينة صناعية مخصصة لهذا الشيء، مو مقابل جامعة الكوفة. اول شيء يعني قاعد يسبب ازدحامات كلش قوية، وقاعد يعرقل الطالب عن دوامه وتأخير همات، يعني قاعد نضطر انه ندخل من ابواب بعيدة عن كليتنا حتى شنو نخلص من الزحامات. والمفروض انه كجامعة عريقة ما يصير قبالها شيء او هيك منظر، المفروض فد شيء علمي او شيء ترفيهي في الطلاب والمواطنين. دوامنا احنا صباحي او المسائي، الشيفتين جاي يتأخرون عن الدوام، فنرجو من الحكومة المحلية ان تجد حل لهؤلاء وتجد حل لها الطلبة على مود التأخير. غيرها عاد على أقلها إذا جانا زائر أجنبي أن يشوف هذا حي صناعي شنو نظرته على جامعة الكوفة، وهي جامعة عريقة من السبعينات مبنية. مهنيون يطالبون بنقله إلى خارج المدينة ليكون نموذجي يخصص للأغراض الصناعية والصيانة ويحتوي على الخدمات الضرورية لديمومة العمل. يسوون المدينة الصناعية الجديدة مدينة صناعية، بس يعني مو يعوف محلات مفتحة بالولايات ومحلات بالمنطقة الصناعية يشيلوا كلها من هنا، فيوحدون كل الموضوع كامل حتى العالم تنقل، فمن تنقل العالم على حساب يصير منطقة صناعية متكاملة أفضل من منظل مشتتين وهنا تراب أو وصاخ نظافة ماكو. يقول هناك مدينة صناعية عساوان. مأساة يعاني منها الكاسب ألقت بظلالها على مشهد المدينة وحياة الطالب، يأملون خلاصها بحلول جذرية من قبل الجهات المعنية. من النجف كرار العساف، قناة دجلة الفضائية.